السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في التربية الإسلامية مكون الاستجابة بعنوان الصوم. العناوين: ما هي مبيحات الإفطار؟ ما هي مبطلات الصوم؟ لاحظت فاطمة أن صديقتها تعمدت القيء بنهار رمضان وهي صائمة، فأخبرتها أن ما تفعله يفسد صومها. إذن مبطلات الصيام: الأكل والشرب، الكذب، الجماع. مبطلات الصيام: الغيبة والنميمة، تعمد القيء، خروج دم الحيض والنفاس، مبيحات الإفطار، المرض، الحمل والرضاع، السفر، العجز عن الصوم، ثم الخوف من الهلاك من مبيحات الإفطار. ننتقل إلى التمرين، نكمل الجدول. ما هي مفسدات الصيام؟ ما هي مبيحات الإفطار؟ الكذب من مفسدات الصيام. الأكل مبيحات الإفطار، الحمل، الخوف من الهلاك، أكمل بصحيح أو خطأ. يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، يجب على الطفل أن يصوم، صحيح أم خطأ؟ دم الحيض لا تفسد الصيام، صحيح أم خطأ؟ المريض لا يصوم، يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، صحيح، يجب على الطفل أن يصوم،
لا يجب عليه الصوم، لكن يمكن أن نعوده على الصيام. دم الحيض لا تفسد الصيام. خطأ. المريض لا يصوم. صحيح. ضع علامة على الجواب الصحيح. ما هي مفسدات الصيام؟ المرض، تعمد القيء، الغيبة والنميمة، الصلاة. تعمد القيء من مبطلات الصيام. الغيبة والنميمة من مبطلات الصيام. صل بخط. الكذب، الحمل، الأكل والشرب، السفر. مفسدات الصيام، مبيحات الإفطار. الكذب، من مفسدات أم من مبيحات الإفطار؟ من مفسدات الصيام أم من مبيحات الإفطار؟ الكذب من مفسدات الصيام. الأكل والشرب من مفسدات الصيام كذلك. الحمل من مبيحات الإفطار. السفر، السفر من مبيحات الإفطار. إلى اللقاء وبالتوفيق.